السلام عليكم. شهدت عدة ولايات جزائرية ليلة أمس الاثنين والمصادف للمولد النبوي الشريف عدة حوادث وحرائق مهولة رعبة السكان، وحسب الفيديوهات والصور المتداولة فقد سببت المفرقعات والألعاب النارية ليلة أمس بعدة حوادث وحرائق مهولة بسبب قلة الوعي وغياب رقابة الأولياء. ورغم حجم ملايين المفرقعات عبر ربع الوطن، ورغم تصدي الجهات الأمنية لتجارها ورسائل التحذير منها، إلا أنه تم إدخالها بطرق غير شرعية وتسويقها للأولاد، ما سببوا بها كوارث حقيقية. وسجلت مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات في العديد من الولايات الجزائرية، كان أغلبها بسبب المفرقعات والألعاب النارية. كما قال ناشطون أن الاحتفال بمولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالدعاء والتصدق وليس هكذا، فيرجى أخذ الحيطة والحذر وتكثيف الرقابة على القُصّر.